قال كونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. سبحانك إلهي ما أعظمك، جعلت للقرآن القيمة والقامة، وجعلت لحملة القرآن الفخر والاعتزاز، وقلت وقولك الحق إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يا عليما بخلقه، يا لطيفا بخلقه، ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، واغفر لنا اللهم ربنا إنك على كل شيء قدير. أصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين، إمام الأئمة وبدر التتمة وقمة لكل قمة، حبيبنا السند إمام المعتمد سيد الوجود محمد رسول الله، القائل صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم واعظين اثنين، واعظ صامت وواعظ متكلم. أما الواعظ الصامت فهو الموت، وأما الواعظ المتكلم فهو القرآن الكريم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها لحضراتكم من هذه الليلة القرآنية المباركة التي نودع فيها الراحل الكريم حرم الحج رشاد أحمد عمر. نسأل الله أن يطيب تراها وأن يجعل القرآن هدية لها في قبرها. مشاركة التكريم لأجلها الكرام: حق محمد رشاد والحق عمر رشاد، حق حسن رشاد والحق حسين رشاد، وجميع الأسر والعائلات المرتبطة بصلتهم جميعا. قدمونا بوافر من الشكر والتقدير لحضراتكم. يحضرنا في هذه الليلة القرآنية المباركة قارئين جليلين، يحضرنا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد المنعم القرشور، قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي، والذي يرتقي منصة التلاوة الآن فضيلة القارئ الشيخ مصطفى سعيد عوض، قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي، فليتفضل فضيلته مشكورا. من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار ربنا
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار توفنا مع الأبرار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا ربنا إننا ذنبنا وكفر عنا الله يبارك فيك.
الذين هاجروا عند الله
لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار
صابرا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من واحدة Oh!
هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا لهذه التلاوة القرآنية المباركة. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ مصطفى سعيد عوض قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي في هذه الليلة القرآنية المباركة التي نودع فيها الراحل الكريم حرم الحاج رشاد أحمد عمر. نسأل الله أن يطيب ثراها وأن يجعل القرآن هدية لها في قبرها. اسم الحاج محمد رشاد والحاج عمر رشاد حاج حسن رشاد والحاج حسين رشاد وجميع الأسر والعائلات المرتبطة بصلتهم جميعا قدمونا بوافر من الشكر والتقدير لحضراتكم وكل من شرفنا بأداء واجب العزاء. شكرنا أيضا لصاحب مخازن الفراشة والإنارة أولاد الحاج عبد الله السعدون مهندسة الإذاعية والإنارة الذهبية أولاد الحاج سيد معوض بالمنزلة متر عماد حمدي بطول قناة المهندس أحمد الجعبري. يا سادة الحضور الكرام طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. شكر الله سعيكم جميعا.